بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس راح نشوف الفرق بين أننا نرسل مصفوفة الميثود وبين أننا نرسل عناصر المصفوفة نفسها كبارامترز الميثود. احنا شفنا في الدروس سابقة كيف نرسل المصفوفة نفسها كميثود، وقلنا أن العملية تتم باستخدام pass by sharing أو الإرسال باستخدام المشاركة، أن تكون الري مشتركة بين الميثود المرسلة والميثود المستقبلة. خلونا نشوف عندنا المثال اللي قدامنا هنا. عندنا في المثال هذا عندنا two methods. الميثود الأولى اللي هي الميثود هذه هي نفسها الميثود اللي شفناها قبل، زين، اللي حليناها في الدرس السابق، وهي تستقبل لنا الأري نفسها وتستقبل لنا الإنديسيز، ثم بعد كذا تبدل لنا عنصرين في الأري، تبدل لنا أماكن عنصري. الميثود هذه على عكس الميثود اللي فوق، طبعا هذه overriding، تستخدم أو تستقبل عناصر الأري نفسهم ثم بعد كذا تقوم بعملية التبديل، شبيهة جدا في temp وفي كذا، بس في اختلاف جدا جوهري بين العمليتين الثنتين. وقف الفيديو وحاول تفكر معي وش الاختلاف بين العمليتين من خلال البرنامج هذا، وش راح يكون الاوتبوت لكل عملية من العمليتين. وإذا ما قدرت يعني تعرفه بنفسك، يعني اكتب البرنامج هذا في شو اسمه في إكليبس ونفذ وشف وش الفرق بين العمليتين اللي قدامك. وقف الفيديو وجرب الشيء هذا، بعد كذا ارجع. طيب، أتمنى أنك فكرت في الموضوع وجربت. خلينا نشوف وش الفرق بين العمليتين اللي قدامنا أو two methods اللي قدامنا. الميثود هذه طبعا شرحناها سابقا وانتهينا منها، لكن خلينا نتتبع هنا حتى مين مشكل، راح نعيد شرحها بشكل سريع. يقول لك هنا أول شيء راح يطبع، يقول لك before invoking incorrect swap، يعني قبل استدعاء ال incorrect swap، مضبوط. أول شيء طبعا احنا لازم السطر الأول هنا سوينا مصفوفة A فيها 10 و 22 elements، فخليني بسرعة أحطها عندي هنا. أقول هذه A وفيها هذا المصفوفة نفسها فيها 2 elements 10 و 20. طبعا هذا الاندكس 0، خلي أحط هنا عندي الاندكس 0 والاندكس 1، وبعد كذا قلنا أنه هذا الريفرنس للأري، وهذا طبعا الاكتيفيشن ريكورد حق الميثود main، خليني أكتبه هنا. طيب، فإذا خلصنا من السطر الأول وسوينا الأري، سوينا الريفرنس، سوينا الأري نفسها. خلنا نمشي الآن للسطر الأسطر اللي بعده. الآن السطر هذا راح يطبع لنا before invoking incorrect swap، ما يهمنا شيء هذا، يعني قبل أننا ما نستدعي. invoke هنا معنى نستدعي، زي call أو invoke، يعني معناته أنك تستدعي الميثود. فbefore invoking قبل ما نستدعي الميثود. بعدين هنا نطبع array is، بعد كذا راح نطبع عناصر الأري. زين، أنا ما راح أكتب التفصيل هذا، الطباعة وش راح تصير، بس يهمني وش راح يطبع هنا. راح يطبع لي A0 و A1. A0 وينها؟ زين، هذه A وهذه 0، فهذه A0 راح يطبع لي 10. فإذا هنا خلنا نحط الطباعة بلون مختلف، فراح يطبع لي هنا 10، مضبوط. بعد كذا راح يجي يستدعي الميثود swap. إذا خلصنا من هذه الطباعة، الآن نجي هنا لاستدعاء الميثود swap. أي swap راح يستدعيها؟ طبعا راح يشوف أن هنا عندنا integer وهذا integer، فراح يختار swap هذه زي ما شرحنا قبل في overriding. زين، هذه تاخذ array و integer و integer، هذه تاخذ integer و integer. فإذا بما أنه مرسل integer و integer، فإنه راح يختار swap الثانية، وهي swap الغير صحيحة. ليش swap هذه غير صحيحة؟ خلينا نشوف شو راح يصير. راح يرسل A0 و A1. طبعا قبل خليني أعدل بس الطباعة هنا، في خطأ بسيط. هنا مفروض يطبع 10 ويطبع 20. زين، طيب خلنا نرجع لي. طيب، راح يرسل لي A0 وراح يرسل لي A1 هنا. طيب، A0 بكم؟ ب10 و A1 ب20. طيب، A0 10 راح نحطها في N1، راح هنا 10، و A1 ب20 فراح نحطها هنا 20. زين، طبعا فعليا اللي راح يصير، راح يصير عندنا activation record جديد هنا للسواب، عملية السواب هذه، وراح نضع فيه two variable two parameters اللي هم n1
وفيه 10 وان 2 وفيه 20. بعد كذا الان نبدا ننفذ في الميثود اللي عندنا هنا. راح نسوي temp اسمه ان 1. زين التمب هذا هو التمب هذا هو هذا خلينا نحط هنا التمب عندنا مضبوط. التمب راح ياخذ ان 1 ان 1 10 راح نحط هنا العشرة هذه هنا فترة تطلع لنا هنا 10. بعد كذا ان 2 تاخذ ان 1 فنشيل قيمة ان 2 نحطها في ان 1 فيطلع لنا ان 1 هنا ب 20. زين بعد كذا ان 2 او عفوا ان 1 تاخذ ان 2 زين حطينا 20 ثم ان 2 تاخذ temp فان 2 هنا بدل ما قيمتها 20 راح تاخذ قيمه temp هنا فنحط ال10 هنا فنقول هنا 10. اذا الان اتممنا عمليه السواب. لكن لاحظ شيء مهم جدا، هل عدلنا في الاري نفسها؟ لا ما عدلنا في الاري نفسها. زين هنا لما ارسلنا عناصر الاري لاحظ كل عنصر من عناصر الاري عباره عن ايش؟ عبارة عن integer. زين احنا قلنا انه اي primitive type int او char او boolean او double او float او long كل ال primitive types الاساسية اللي ما هي objects زين كلها يكون ال pass by value بمعنى ان ننسخ القيمة ما يكون في مشاركة بين الميثود المرسلة والميثود المستقبلة. فانت الان انت تبغى وش تبغى؟ تقول ابغى اسوي سواب، ابغى ارسل الاليمنت الاول حق الاري والاليمنت الثاني حق الاري زين وابغى ابدلهم هنا. انت فعلا هنا كعمليه سواب الالجوريثم حقك الخوارزميه صح، بس انت ما ارسلت الاليمنت الاول نفسه والاليمنت الثاني، ما في مشاركه، ما شاركت الاليمنت الاول والاليمنت الثاني بين التو ميثودز هذه، لا انت بس ارسلت القيمه هنا. فهو فعلا سوالك تو فاريبلز وسوى لك فيريبل تيم وسوى عملية السواب وانتهت، لكنه ما أثر أي شيء في الأري لأن ما سوينا عملية مشاركة للأري. إذا هذا فرق جوهري مهم جدا بين الباس باي فاليو والباس باي شيرينج أو ريفرنس. زين إذا بغينا الميثود تعدل لي في الأري وتشتغل لي على الأري تضيف فيها تحذف منها تسوي فيها أي شيء زين، إذا لازم نرسل الأري نفسها، ما ينفع ان نرسل عناصر الاري. طبعا في لاحظ انه فيما بعد راح يجينا الاري اوف اوبجكتس وممكن يكون في اشياء يعني اكثر تقدما، لكن خلينا الان ما دام الاريز اللي شفناها كلها primitive values زين يعني integers مثلا او double او 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 char او غيره اللي قلناها قبل شوي، فانه ما راح يكون الباس باي شيرنج وانما راح يكون الباس باي فاليو. فاذا هنا اذا كنا نبغى نسوي تبديل لعناصر الاري اي 0 اي 1 فانه في الحقيقه ان فشلنا. الان طبعا نفذنا الجزء هذا والجزء هذا وانتهينا من الميثود، نروح نمسح الاكتيفيشن ريكورد الخاص بالميثود لان انتهينا منها. زين مسحنا هذا وننتقل الان، انتهينا من تنفيذ هذه وننتقل الان ننفذ هنا. الآن هنا يقولك بعد ما استدعينا السواب الغير صحيحة راح يطبع لنا الكلام هذا زين، فإنه فدنا هذه الآن يقولك اطبع لي A0 A1 مضبوط. لاحظ انه N1 وN2 هذه اختفت كلها، ما بقى لنا الأري والأري ما تغير فيها شيء. فإذا لما نجي نطبع فعليا فإنه راح نطبع 10 و20 مرة ثانية. هل تم تبديل العنصرين؟ لا ما تم تبديل العنصرين. زين خلينا نكمل بشكل سريع. طبعا هذه هنا هذه عملية السواب اللي شفناها قبل مضبوط. فعملية السواب هذه وش راح تسوي؟ لما نجي هنا أثناء عملية التنفيذ طبعا السيستم هذه برنت هذه راح تطبع لنا الـ A0 والـ A1، فراح نطبع مرة ثانية العناصر اللي هي 10 و20 زين لأنه إلى الآن ما تغير شيء في الأري. الآن نجي لعملية السواب اللي عندنا هنا ونجي نروح نستدعي الميثود هذه. في الحالة هذه لاحظ شوف الفرق، راح نجي نحط الاكتيفيشن ريكورد من جديد هنا حق سواب هذه زين حق سواب اللي فوق عندنا هنا. في الاكتيفيشن ريكورد هذا راح يكون عندنا الاري البارامتر اللي اسمه array، هذا البارامتر اللي اسمه array. لاحظ انه راح تكون هنا عملية مشاركة لأن شلنا الاي هنا زين الاي اللي هنا حطينا قيمتها فيه الريفرنس هذا للاري حطينا قيمته في
array. فأصبح الـ two references يأشرون على نفس الـ array وأصبحت في مشاركة للـ array. كذلك هنا لاحظ أن أرسلنا الـ indices، زين الـ indices اللي هو i و j، فنحط هنا i وهنا نحط j، زين فهذا i وهذا j، فنقول الـ index 0 والـ index 1، معناته أننا نبغى نبدل العنصر 0 و1 نبدلهم مع بعض. بعد كذا الآن نروح طبعا هنا نوقف التنفيذ، نروح ننتقل للميثود، نجي تنفيذ الميثود، نجي نحط temp ونسوي هنا هذا عندنا هنا temp، زين هذا temp راح ياخذ قيمة الـ array of i، الـ array of 0 اللي هذه راح temp راح ياخذ قيمة قيمة 10، زين فإذا أخذنا القيمة اللي هنا وحطيناها في temp 10، بعد كذا الـ array of i gets array of j، فالـ array of i اللي هي هذه اللي هي a array of 0 راح تاخذ array of 1 لأن الـ i بـ 0 والـ j بـ 1، زين فإذا راح نشيل الـ 20 نحطها هنا، هذه تطلع لنا 20 مضبوط. ثم بعد كذا الـ array of j gets temp، إذا نفذنا سطر هذا الآن نفذ سطر هذا array of j اللي هي الـ j بـ 1 gets temp، فنجي هنا نبدل نشيل قيمة التمب اللي 10 ونحطها في هذا. إذا لاحظ الآن، لاحظ أنه الآن الأري صارت مشتركة بين الميثود المين والميثود السواب هذه، زين فانتهت الآن، انتهى تنفيذ الميثود. نجي نمسح الاكتيفيشن ريكورد حق الميثود اللي عندنا هنا، مسحناه وانتهينا منه، ونمسح هنا طبعا السهم، زين الآن رجعنا للميثود main، لاحظ انه الان طبعا انتهينا من تنفيذ الاسواب array، نرجع لميثود main طبعا نطبع after invoking بعد استدعاء الكوركت swap swap الصحيحة، ثم هنا الان نطبع a0 و a1، زين a0 اللي هو قيمته 20 و a1 اللي هي قيمتها 10، هذه a1، زين اذا الان فعلا صارت عملية أسواب بعد ما استخدمنا أسواب الصحيحة. الفرق هنا مرة ثانية، الفرق الرئيسي اللي لازم تخرج منه من الدرس هذا، إنك لو أرسلت عناصر الأري نفسهم وعناصر الأري primitive values، فإنك إذا جيت هنا تبدل العناصر ما راح تستفيد، زين لأنه ما في إرسال بالمشاركة، الإرسال بالمشاركة يكون فقط للobjects والأريز، زين فإذا إذا بغيت إذا بغيت تغير في الأري هذه، تزيد تغير فيها، تبدل عناصر، تسوي شيفت، تسوي أي عملية، لازم ترسل الأري نفسها للميثود حتى أنك تعدل فيها جوا الميثود، وأي تعديل جوا الميثود راح يكون أثره محسوس هنا في الميثود المستدعية لأنه it's passed by sharing أو استدعاء بالمشاركة.